معكم عادل بحمي مندوب تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. حنايا تقريبا يوميا كنديروا وقفات احتجاجيه هذه تقريبا 20 يوم او ما يزيد. كنهضروا مع يعني المشغل ديالنا على اساس انه يخلصنا. في الاول كنا كنديروا يعني جلسات حبيه معاه وكتقول لنا انه ما غاديش يخلصنا. تنقول له علاش ما تخلصناش؟ تيقول لك ما عنديش. كيف يعقل انه مشغل وشركه كبيره معروفه على الصعيد الوطني لا ما نسميها ولا كنسميوها نسميها ما كاينش مشكل تيقول لك انني ما عنديش باش غادي نخلصكم. وفي العيد الكبير واخا داز العيد الكبير راه ربي اللي عارف كيفاش دوزناه يعني شي كيتسلف شي كنتعاونوا بعضياتنا دوزناه غير كما تنقول مشقه النفس. فاحنا كنطالبوا يعني السلطات المحليه ان تدخل تدخل سريع باش تنقذ اسر. حنايا على واش اننا نتشردوا اسر كبيره ناس كبار تقريبا شي 120 واحد بما فيها 80 او 90 ديال 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 الاجير وتقريبا شي 30 ديال الاداره. كنطالبوا يعني كنطالبوا حنايا السلطات المحليه ان تدخل تدخل سريع باش تنقذ باش تنقذنا من التشرد. سميت المطاحين اللي نتوما خدامين فيها وبقات تدير الوقفه المقبله. هذه مطاحين البساتين راه معروفه يعني على الصعيد الوطني مطاحين مكناس وغدا ان شاء الله مع 11 راه شاك جور توقف كل نهار كنوقفوا مع 11 خلاص سوف لو ديمونش لحد ما تنوقفوش. كيفاش وقع قبيله ان شي صحافه صوروا؟ جاو شي صحافه صورونا قلنا ماشي مشكل دخلوا صورونا يعني درنا احتجاج درنا وقفات احتجاجيه صورونا تقريبا شي ساعه ما قالنا ولا اكثر وهما كيصوروا. من بعد تنتفاجئوا ملي يعني مشينا نشوفوا من بعد باش نتصفحوا اليوتيوب او لا الفيسبوك ديالهم فكنتفاجئوا اننا ما كنلقاو حتى شي فيديو ما كان يلاه شفنا في الاول شويه طار يعني طار بهذا المفهوم قلبنا عليه ما لقيناش ما بغينا نعرفوا الا كان غيتحيد علاش اصلا جيتي صورتيني فهمتيني صورتينا باش خصو يبقى انت ياك يعني كهضره جريده الكترونيه مادام غتصورني راه خصنا باش الصوت ديالنا يوصل للشعب يوصل للعالم كاع الى اقتضى الحال. فحنايا ما كنديروش شي جريمه كنطالبوا غير الاجور ديالنا خصنا نتخلصوا وهذا ما كاين. وغدا ان شاء الله مع 11 ومسيره مطوره ان شاء الله راه سلام.